دلاني في حبك دلاني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. دلاني في حبك دلاني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. انا عايزه اتدلى، انا عايزه اتدلى، انا عايزه اتدلى على حسك يا ابو لمسه ايد تبقى فاني. اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني قوي. الو، ايوه يا ماهر. ايوه يا حياتي، انت فين؟ انا وصلت الشارع عندك اهو يا روحي. طب ما تطلع. ما انا مش عارف البيت يا قلبي. طب انا هجيلك البلكونه. استني بس. ايه؟ اوعي جوزك يطب علينا تبقى مصيبه. يا حبيبي ما تخافش، جوزي مش جاي النهارده، انا طالعالك. ماشي يا قلبي. انت شايفني؟ لا مش شايفك. طب انت واقف فين؟ بصي انا واقف قدامي عمارة منشور فيها سجادة كبيرة كلها شفايف. طب انا بشاورلك، شايفني؟ ايه ده؟ انت الايد اللي طالعة من ورا السجادة دي؟ لا انا السجادة. انت السجادة؟ اه. ده انا هنفضك. طيب يا حبيبي، عارف هتطلع ازاي؟ لا يا قلبي اطلع ازاي؟ امشي يمين في يمين في يمين، هتلاقي صينية، لفها وتعال. ماشي يا روحي. يلا هستناك. مع السلامة يا قلبي. يا لهوي، ايه الصوت ده؟ ده انا متجوزة خروف بلية، مفيش غير كده. نهار اسود، كريم جوزي، يا لهوي اعمل ايه؟ السلام عليكم. ايوه يا حاج، معلش يا اصل العشاء وجبت فقلت اتوضى. ايه؟ هتغيب اسبوع؟ هتغيب اسبوع ليه يا حاج؟ ليه الكلام ده؟ زعلتني والله. طب بقول لك الاسبوع ده بقى انا هضيع عند ماما، ماشي؟ عشان ما اقدرش اعيش من غيرك. سلام يا قلبي، لا اله الا الله. سلام يا بائس. جايه لك يا روحي. وادي الجب. ما تخليش الدنيا تهد الجب اللي انت عملته لنفسك. جبك يلا خد لك هبدا، يلا تعالى وصدق نفسك انت محشش. ايوه يا اخي الواحد مش عارف الجب ده عايز منه ايه. انا حاسس ان الجب ده هو اللي بيشربني مش انا اللي بشربه. كل ما اخد منه نفس يكبر هو، وانا افضل انا زي ما انا ولا اي حاجه. ده ايه ده؟ كل ده جب؟ ايه الجب ده؟ ده جب شروكي ده ولا ايه؟ يا نهار اسود، بس الواحد لما بيشرب بيبقى عايز يقول الصراحة، وأنا عايز أقول الصراحة، أنا حرامي. أيوه أنا حرامي، وأنا فخور إن أنا بشتغل حرامي. أنا معرفش الناس بتكره الحرامية ليه، مع إن الحرامي ده أهم واحد في المجتمع المصري، ده هو اللي بيخلي المجتمع كله يشتغل. أنا أقول لكم ليه، انا لما بنزل الصبح رايح الشغل رايح اسرق ست كبيره عجوزه في السن، بيحصل ايه؟ الست بتصوت بتقول حرامي، فالضابط بيعرف فبيجي يمسكني، فالضابط بيشتغل. والست بتتعب بتتخض بيغمى عليها بتقع في الارض بيجي لها الدكتور، فالدكتور برضو بيشتغل.
واما بروح القسم بيرفعوا عليا قضيه فبيجي محامي فالمحامي برضه بيشتغل، بروح المحكمه القاضي بيحكم عليا فالقاضي كمان بيشتغل، اقعد انا بقى في البيت واشرد العالم دي كلها. اريح يعني وادمر الاقتصاد المصري؟ انا بعمل كل ده ليه؟ بعمل ليه انا كل ده؟ ما عشانك وعشانها وعشانه وعشانكو، انا بضحي بنفسي كل يوم وبكرامتي وبتهان، كل ده ليه؟ والله العظيم كل ده ما عشاني، ده عشان مصر والله. حبوا البلد يا اخوانا، حبوا البلد شويه، انا مش هعمل كل حاجه لوحدي. الشقه انا جاي اسرق الشقه دي في حب مصر بقى، مش ناقص غير المعلم خطاف يجي ونسرق الدنيا كلها، انا مراقب له الشقه والشقه امان، الشقة أمان يا معلم. كله تمام يا ده سلبة؟ كله تمام يا معلم. اتكلنا على الله. ده سلبة. كله تمام؟ كله تمام. أنا عايزك تسرسق ودنك يلا، يكون في فار ولا عرسة معدية. أعمل إيه؟ سرسق ودنك. اسرسق ودني؟ اه. وده سرسقها ازاي يا معلم؟ طرطق ودنك يا. اطرطق ودني؟ اه. اطرطقها ازاي يا معلم؟ هنبتديها غباوه؟ ارمي ودني. اه. واسمع ازاي يا معلم؟ يلا انا قلبي موغوشني من العمليه دي. اه. ليه؟ اول مره اعمل عمليه من غير ما اصلي صلاه استخاره. انت بتصلي يا معلم؟ لا. اما ليه متوغوش؟ ياد مش عارف قلقان، في قلق هنا في المنطقة. النور بتاع الشقة منور والشباك مفتوح، أكيد في حاجة غلط يا. إيه؟ في حاجة غلط يا. أنت قلت لي أراقب الشقة؟ يا سلام. أنت راقبتها؟ ياد انت مش مركز معايا يا ابن البتاع اللي انت بتشربه ده. ليه يا معلم؟ ده البتاع ده كله حشيش ده. انت بتشرب الوفد ياد. وايه ده، كلمات متقاطعه؟ هحلها. ما اعرفش قلقان يالا قلقان. اهم حاجه. ايوه. كله تمام؟ يعني الشقه انت شايف انها مظبوطه مفيش قلق؟ طيب يلا نتكل على الله. بقول لك ايه يا حبيبي، انت كل ده بتطلع على السلم؟ يا روح قلبي، في ناس لقيتهم نازلين خفت يشوفوني عشان سمعتك يا روحي. الصوت ده هلا؟ ايه ده؟ الصوت ده صوت الست والراجل اللي كانوا بيتكلموا دلوقتي؟ ايوه. دي تهيؤات. ياد مش تهيؤات، دي حقيقة هلا. والله يا معلم تهيؤات، انت متهيأ لك. انا مش هو انا اللي شارب ده، انت اللي شارب يالا. استنى استنى. تعالى يا حبيبي نخش الأوضة. هيخش الأوضة؟ يلا بينا على الأوضة. لا ياد احنا في الأوضة. أمال احنا في ايه؟ تعالى تعالى تعالى. يا نهار أسود. بوب بوب بوب. ارجع ارجع ارجع. عربية الشرطة تحت. طب ما تيجي ننزل للشرطة. ياد احنا حرامية يالا. قبل ما يطلعوا لنا. ياد احنا حرامية ياد، أنا بعلمك يالا. أنا حرامي قديم وأنت بتتعلم من. بص أنا كام خط؟ وأنت كام خط؟ قدامك مشوار لسه هلا. ما انا عايز اتعلم يا معلم. يبقى اسمع الكلام وخلاص. انت جاي تتفاجئ؟ تسمع الكلام ومالكش دعوه. اسمع ايه؟ الكلام. السلام. تعال ورايا نستخبى في الدولاب. نستخبى فين؟ نستخبى في الدولاب. اشمعنى الدولاب؟ ولا انت في حد يالا اكيد قلت له ان احنا جايين النهارده. لا لسه لسه. طب تعال ورايا. يا نهار اسود. تعال خش خش. ايه؟ خش في الدولاب. هتزنقنا في الدولاب. ياد ما تخافش يالا. انت هنعرف نهرب. ولا انت بتفكر؟ انا قلت لك فكر؟ لا. خش. خش. حبيبتي. حبيبي. عمال ادور عليك واتريك هنا.
عمال ادور عليك واتريك هنا جنبي يا شاغلني تتترى طمني تتترى. صحيح عمال اقول لك امشي يمين في يمين في يمين، وانا جاي لك عشان امشي يمين، انا جاي لك عشان امشي شمال. وبعدين يا روح قلبي اللي يعرفك لا يمشي يمين ولا شمال. امال يمشي ازاي؟ يستخبى يا قلبي. تعالى استخبى يا روحي. استخبى فين؟ جوزك لو جه هيذبحنا. هو انا ما قلتلكش؟ لا جوزي مش جاي النهارده. بس هيغيب اسبوع. يغيب اسبوع ايه؟ اسبوع بحاله هيغيب. اسبوع ايه اللي فعله؟ بقول لك اسبوع بحاله هيحيي. ايه ده؟ انا ازاي وصلت المكان ده؟ زي ما انت، ده انا ههد الدنيا. ههد الدنيا عايز امان. تعالى. لا 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 اهدي شويه لو سمحت. رايح فين؟ اهدي شويه. لا ما تفرهضنيش. انا اه نتكلم شويه ندردش. ندردش مش كفايه ان انت جاي متاخر؟ جاي متاخر ليه؟ كنت في السيرك. كنت بتعمل ايه في السيرك؟ انا بشتغل في السيرك. شغال ايه؟ انا الساحر السيرك العظيم. ايه ده؟ انت ساحر السيرك؟ انا ساحر السيرك العظيم. طب لو انت ساحر بجد وجداني. بجد وجداني. عايزك تسحرني. اسحرك. عايزه تبقي ايه؟ عايزه ابقى شبح هيفاء وهبي. لا دي مش عايزه ساحر. امال عايزه ايه؟ عايزه المقاولين العرب. عايزه لودر يجي يسفلت دهونك. طب عموما يا حبيبي انا لا عايزه سحر ولا بتاع، انا عايزك تيجي جنبي. اجي جنبك فين يا قلبي؟ هنا اهو يا روحي. بس كده؟ اه اجي لك يا روح الروح. تعالى يا روح. اجي لك يا قلبي. ابوس ايدك سيبيني اروح، عندي اطفال صغيره. عندي عيال عايزين يشوفوني. مش هينفع الكلام ده. الكلام ده بقى كده مش نافع، ما تضايقنيش. يا حبيبتي مش على طول كده. ناخد وندي في الكلام. ماشي. ندردش مع بعض. يا عيني ايه دي؟ العلبة. الذهبية. يا ولية. يا ست الكل علبة دي علبة الشغل بتاعي. علبة السحر. علبة السحر بتاعي هي دي. اه طب بتعمل بيها ايه؟ أنا ما أعرفش أشتغل من غير العلبة دي. أنتِ مثلاً تفكري في أي حاجة، أي حاجة تفكري فيها تظهر جوه العلبة دي. أي حاجة أي حاجة؟ اه بس بشرط. إيه؟ لازم يكون معاك النجمة السحرية. اهي النجمه اهي دي. خدي بالك. آه. النجمه دي ورثها عن جد جدودي. اه خدي بالك عشان هي دي اصل الحكايه. ماشي. لما تلبسي النجمه دي وتفكري في اي حاجه بتركيز وثقه تظهر في العلبه دي على طول. ماشي ماشي. يلا هتفكري معايا دلوقتي. آه. العلبه فاضيه زي ما احنا شايفين اهي، العلبه فاضيه خالص. يلا فكري. فكرت. فكرتي. آه. اسمع سقفه كبيره قوي. ايه ده؟ ساندوتش؟ ده سخن. ما هو لسه طالع. ساندوتش؟ خلاص يا حبيبتي. عايزه بيرك يا حبيبتي. عيني يا روحي. عايزك كده تفكري في حاجه حلوه بقى. حاضر يا قلبي. يلا يا قلب القلوب. يلا بينا. يلا. العلبه فاضيه زي ما احنا شايفين، العلبه فاضيه اهي ما فيهاش اي حاجه من جوه. يلا فكري. فكرت. اسمع سقفه كبيره. لا ما مش قصه بقى. هو انا ايه مخبز؟ سندوتش تاني؟ اه ما انت بتطلب واحد والتاني مجانا. ده علبة السحر مش مايكروويف. ارجوكي انا ساحر مش بتاع دليفري. خلاص يا روحي. يا حبيبتي عايزه بيرك يا روح قلبي. طب استنى بس انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. علبة السحر وعرفتها، انت في السيرك بيبقى قدامك صندوق كبير قوي. اه تفتحه وتقفله بيبقى فاضي. طبعا. تيجي تفتحه تاني بيبقى فيه بنت. جات ازاي؟ مش انا ساحر؟ اه والصندوق ده بيبقى موجود في قلب السيرك. اه انا بحط العلبه دي في الصندوق والبس النجمه السحريه وافكر في البنت بتركيز وثقه تظهر في الصندوق الكبير. بس كده؟ بس كده. طب اعمل لي لعبه سحر تانيه. اعمل لك لعبه وانا جاي بعد اعمل لك سحر بقى عشان خاطر. اه احسن من اي حاجه بنعملها. ماشي. اعمل لك لعبه السيجاره. ماشي ماشي. معاك سجاير؟ لا. امال صياعه على الفاضي يعني؟ في طفايه هنا؟ لا مفيش. مفيش طفايه؟ نجيب طفايه من الهوا ونحطها هنا ونطفي سجاير بقى. ايه رايك في اللعبه؟ ايه ده؟ مش حلوه؟ جامده جدا. نطفي السيجاره بقى. نطفيها؟ نطفيها خالص ونفركها جامد قوي 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 قوي. Teatro Humano.
تروما. أبهرتك بصراحة. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي تشتغلي معايا. فين؟ في السيرك. أشتغل إيه؟ تعال تعال اشتغل في السيرك، هتلاقي حاجات تشتغليها. تعرفي تنططي كرة بلاستيك على مراخيرك كده؟ اشمعنى؟ كلب البحر توفى. كلب البحر توفى؟ تعالي اشتغلي مكانه، ده عسل. سمك رايح جاي وانت تنتشي بقى من الهواء. طب اقول لك ايه يا حبيبي؟ قول يا روحي. انا كنت عاوزه اطلب طلب. ايه؟ تيجي معايا المطبخ. هو انت عايزه مني ايه النهارده؟ عايزه تيجي معايا عامله اكل بقى عالمي. عالمي؟ تعالى اجي معاك المطبخ. يلا يا روح. يا سلام. يلا يا روح. بقول لك ايه؟ قول يا اجي معاك اللي انت عايزاه، بس ليا طلب صغير. امرني. اروح عندي اطفال صغيره. تعالى اروح بيتنا. تعالى يا حبيبي. يوه امشي عليك. بقى قدامنا بقى. عايزه ايه مني؟ عايزه ايه؟ يا نهار اسود. شفت يالا؟ شفت يا معلم؟ الست بتخون جوزها. الست بتخون جوزها وجايبه الواد معاها. وجايبه الواد معاها. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. واحنا قاعدين في الدولاب. واحنا قاعدين في الدولاب. انت بتعيد الكلام ورايا. امال انا جايب مساعد معايا ليه؟ يا تقول حاجه جديده. ايه؟ ما انا كنت اجي اقول الحاجه مرتين وما اجيبهاكش وخلاص. ايه ده؟ ده نسي الصندوق بتاعه. ما صح. ما حقيقه. الصندوق بتاعه نسيه. الصندوق ده يالا اللي فيه السحر كله يالا. انت خدت بالك؟ انا واخد بالي. يقعد يطلب الحاجه من هنا وتنزله، بس الصندوق ده فاضي بجد يالا. ما هو بقى ده سحر. الله على المعلومه. الله. سحر. سحر. امال ايه؟ سحر. سحر الدنيا. يعني الصندوق ده الواحد ممكن يطلب اي حاجه. المفروض زي ما بنسمع ونشوف. انت بتسمع؟ مش الولية قالت كده؟ هي والست اللي كان الراجل اللي كان معاها. الولية والست اللي معاها. هو الحجم يدي على ولية وست فعلا. طب خد يدي، انا اتمنى اي حاجه. يا معلم. يلا وانت طلعها لي من جوه، بس فكر لنا في حاجه حلوه يا معلم. ماشي. والنبي. حاضر. ماشي يا معلم. كان دي فرصه اصلا. ايوه انا عارف. ماشي. بس فكرت. فكرت يا معلم. اوبا. اوبا ايه؟ مفيش حاجه؟ انت فكرت في ايه يا معلم؟ فكرت في فلوس يالا. هي فين الفلوس دي؟ بس النجمه اللي في رقبه الوليه يالا. لازم تكون لابس ايه النجمه دي وانت بتطلب الطلب او بتتمنى الامنيه، فتقوم الامنيه طالعه لك. ونروح عاملين اي حاجه. زي الساحر كده اهو، هرب تطلع الحاجه على طول. ربع؟ تطلع الحاجة. نعمل ازاي؟ زربو. طب يبقى احنا عايزين النجمة دي يالا. احنا عايزين ايه؟ النجمة دي. يا سلام. النجمة دي عايزينها يالا. لازم يا معلم. النجمة دي احنا عايزينها. دي معلومة جديدة خالص. يبقى احنا لازم نتصرف ونجيب النجمه دي من رقبه الوليه باي طريقه. لازم يا معلم. لازم. لازم يا معلم. طيب احنا نعمل لها ايه؟ هنجيب النجمه. ازاي؟ من رقبه الوليه. ماشي. ان شاء الله نقتلها. نقتلها يا معلم. ربنا يستر. ربنا يستر. بص لي كده، الشرطه واقفه لسه ولا ايه؟ عشان ناخد النجمه ونجري. ما تقلقش يا معلم، انا خدامك يا سيدي المعلمين. يلا شوف. ماشي. ايوه يا فندم. ايوه. المعلومات اللي عندنا بتقول ان اللي اسمه خطاف والواد الاهبل اللي معاه هيعملوا شغل حلو النهارده في المنطقه. صح. حصل سعادتك ومأمنين المنطقه بالكامل. زي الفل يا شرطه. وان شاء الله باذن الله هنمسكه. جدعين يا شرطه. هي دي الشرطه. احسن شرطه. انت فرحان ياض؟ امال ايه يا معلم؟ ده بيقول لك هيمسكونا انا وانت. ده بيقول هيأمنونا.
يأمنونا ايه؟ يأمنوا الناس مننا يا ابني. احنا حرامية، احنا حرامية. هم شرطة جايين يمسكونا. ايوه ايوه. ايه؟ يبقى احنا لازم نتدارى. ونتدارى ليه يا معلم؟ ما هو وكذبه، ما قالوا الصح والحقيقه وكل حاجه. ولا سلبه ايه يا معلم؟ ده قلت لحد ان احنا جايين النهارده العمليه دي؟ ان في حد بلغ علينا يا معلم. ايوه انت قلت لحد ان احنا جايين العمليه دي؟ عيب يا معلم، انا ما اقولش لحد ابدا. قلت لحد يا سلبه؟ يا معلم عيب. سلبه والمصحف فيه ايه؟ والمصحف فيه ايه؟ ده سؤال. طب بترد على السؤال بسؤال؟ انت قلت لمين ان احنا جايين؟ اعترف يا ار. ما قلتش غير البت نوسه خطيبتي. بت نوسه مننا وعلينا، استحاله هتبلغ. أيوة. مين تاني يا ار؟ وامي بس. امك استحاله يعني تسلمنا ولا تسلمنا؟ انت بتضايق امك يا ار؟ لا عيب يا معلم، عشان بس تبقى عارفه انا رايح وجاي منين. قلت لمين تاني يا ار؟ والواد سيد الشغال بتاع القهوه. ولا ده اهبل زيك مش هيعرف يقول حاجه. مين تاني يا ار؟ عيب يا معلم، ما قلتش لحد. قلت العبد والمخبر. ده مخبر يا معلم، ده يودينا في داهيه. ده اللهم صل على النبي. الحلاوه دي عارف ان المخبر يودينا في داهيه؟ ما قلتلوش يعني. انا قلت للبت ساميه بنته بس. يا ده قلت لساميه، ما اكيد قالت لابوها. يالا وتقول له ليه يا ده؟ عشان ابوها ياخد بنت على قفانا يا يا سلام. انا مش فاهم يعني، انت هنستعجب النهارده ونشتغل بكره يعني ولا ايه؟ ما تخلص بقى يا حبيبي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده ايه ده؟ خش على الدولاب، خش على الدولاب. مش معنى الدولاب اياد، ما هو ده المكان الوحيد اللي هنستخبى فيه. ده اللي بنتزنق فيه ده. ما يجراش حاجه بس على ما نعدي. يا رب. خش خش. انت تعرف يا حبيبي ان ضحكتك دي شبه ضحكة جوزي؟ والله؟ ده شغال في السيرك. بيشتغل ايه؟ مدرب اسود. اروح اروح والنبي، جوزك مدرب اسود؟ هو اسمه ايه جوزك؟ جوزي اسمه كريم. يا نهار اسود ومنيل، ده زميلي شغال معايا. لا والله. انت ازاي تطلعي مراته؟ طب خلاص ما تخافش، هو اصلا هيغيب اسبوع. انت في ايه؟ الصندوق بتاع السحر بتاع فين؟ الصندوق اللي انت كنت ماسكه؟ ايوه الصندوق. في راح فين الصندوق؟ لا يكون في حراميه في البيت. حراميه ايه؟ في بوليس تحت. مش هيجي حراميه هنا. طب نعمل ايه؟ انا عايز الصندوق، ما بعرفش اشتغل من غير الصندوق. عايز الصندوق بتاعي، اعمل سحر انا ازاي بقى انا دلوقتي؟ طب يا حبيبي ممكن يكون خدناه معانا المطبخ. هو انت عايزه تروحي المطبخ وخلاص؟ صدقني ممكن يكون كلامي صح. تعالى بس. تعالي. تعالي يا روحي، ما تخافيش تعالي. يا نهار اسود، ده كريم جوزك جاي. ايوه جوزي. جوزك اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه. قلت لك جوزك هيجي في اي وقت وهو جه. ومراتك تيجي تطب علينا يا كرمي وتقفشنا. بقول لك ايه، ما توتريناش، دي ليله حلوه والليله عيد. يا نهار ازرق، الحقني يا ماهر، كريم بيخوني. معلش يا طهرة. انا مش هقعد له في البيت، انا لازم امشي واسيب البيت ده. انا اللي عايز امشي واسيب البيت ده. انا همشي واسيبه له خلاص. انا همشي، انا نط من البلكونه. طب ما في بوليس تحت. طب اعمل ايه؟ خبيني خبيني في اي حته. طب خش الحمام. مش عايز اعمل حمام، خبيني في اي حته. خش الحمام. استخبى في الحمام. فين الحمام؟ هنا اهو اهو. هنا الحمام. خدني معاك عشان اسمعهم بيقولوا ايه. هو انت عايز تيجي معايا وخلاص؟ يا حبيبي امشي. ده جوزك جاي يا وليا. الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول الاه اه. يا سلام، دي ليله عنب باذن الله ان شاء الله يا رب. تعالي يا روحي ما تخافيش تعالي، ما فيش حد هنا. في ايديك اوعى تهد جبال، في ايديك اوعى. يا لهوي، شوف انت عامله ازاي وانا متجوز واحده عامله ازاي. متجوز خرتيت. الوليه خدت مفارش السرير وعملتها بلوزات ولا دي ايه؟ بصي، راجل وست ستات وربنا، حاجه غريبه. بقول لك ايه؟ ايه؟ دلعيني احسن، انا محروم من الدلع. دلعيني. كرومي كرومي يا حلوه يا بطه. ايوه. شوفي كرشو يا اختي يا قطه، يا اخوتي بوسه لجيجي، يا اخوتي يسلم فمه. يا لهوي على فمه. يا لهوي. الله يا كرومي، الشقه جميله وواسعه.
ايه ده؟ ايه؟ ايه ده يا كريم؟ في ايه؟ البلكونه مفتوحه والنور منور، هو مراتها تكون هنا وتطب علينا وتقفشنا. بقول لك ايه، ما توترنيش وتجيبي سيره مرات، انا ممكن اقطع الخلف وانا واقف دلوقتي. ما تجيبيش سيرتها على لسانك ابدا. لا لا، انا خايفه، حاسه ان في حد في الشقه، ممكن يكون في حراميين. حراميين ازاي؟ في بوليس واقف تحت، مفيش حراميين، ما تقلقيش. لا لا، انا خايفه، اعمل لي حاجه. انا هتصرف وهعمل كل حاجه، ما تقلقيش. ثانيه واحده، استنيني حالا، انا جاي يا روحي. ثانيه واحده. عملت ايه؟ قفلت الباب بالمفتاح عشان محدش يزعجنا. يا شقي اهو. يا شقي، يا جامد، يا نوتي. ياه، من زمان كان نفسي حد يقول لي يا نوتي. تعالى يا كريم. ايه؟ بص، انا قلقانه، مراتك لو جت دلوقتي وشافتنا في الوضع ده هتبقى مصيبه. يا ست ما تخافيش، بقولك ما تقلقيش بقى، انا قايل لها ان انا مسافر اسبوع، فما تقلقيش بقى، دي ليله حلوه. اصل انت عارفني اموت في الانبساط، لكن مشاكل ما بحبهاش. ومين بيحب المشاكل؟ مين بيحب المشاكل؟ انت بتحب المشاكل؟ احبوش. طب احبيه بقى، وحات امك احبيه، عشان كده كتير والمصحف طلع. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. لهوك اخرسي، اوعي كده. مين اللي في الحمام؟ مساء الخير يا حاج. يا لهوي، دي هتقسمنا اتنين انا وانت دلوقتي، دي انت بتعرفيهاش. انا عايزه المفتاح. دوري دوري على المفتاح عندي، دوري. ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يبارك لك، خلي بالك لا تزفلطي تيجي تتكسر رقبتك. انا مش لاقي المفتاح، عايزه امشي. طيب ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ تعال خش الدولاب، خش الدولاب. ايوه تعال تعالى. انتوا مين؟ يا عم تنيل في اللي انت فيه. خليك خليك، ها؟ ابعد. ازيك يا حاجة؟ ايه ايه، اللحمة جت الجمعية، الحمد لله. يلا ادخل بالبضاعة، ما تطلعش يالا. انتوا مين؟ ازيك يا حاجة، عاملة ايه؟ ايه ده، ايه ده الجمال ده؟ الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا حاجة، الله يخليك. انت مش قلت ان انت هتتأخر اسبوع؟ ما انا قلت بقى اعملها لك مفاجأة. بعشق مفاجآتك، فاكر المفاجأة الأخيرة؟ فظيعة. المصيف. ودي حاجة تتنسي؟ بس احنا من ساعة ما رجعنا عايز اسألك سؤال وبنسى. ايه؟ احنا رجعنا من البحر دي لنا كتير، ليه ما بتلبسيش التوق؟ توق ايه يا حاج؟ دي العوامة دي، ولا انت نسيتي تقلعيها، ولا ايه دي؟ لا، ده البحر الميت يا حاج. البحر الميت، حتى بقولك البحر إيه؟ ما استحملش وما... ايوه يا روح، تعال اقول لك على حاجه. زي ما يكون بيستهيأ لي، يعني ان انا سمعت صوت واحده معاك. واحده؟ فين الواحده دي؟ دي حتى كانت بتقول لك يا كرومي. ده اسد جايبه معايا من السيرك، بدربه على فقره جديده، ما تقلقيش. يا ما شاء الله، الاسد هيقول لك يا كرومي؟ هو انا مبعد محاره؟ انا مش مدرب اسود؟ اقول للاسد تعالى اقعد على حجري، يقول لي تعالى اقعد على حجري، نقعد على حجر بعض. تبعلك انت يا حاجه. ايه ده، انت بتزعلي يا كريم؟ انا بزعلك يا حاجه. ما تزعليش يا كريم. لا زعقلك بقى. ما تزعليش يا كريم. يا نهار اسد، انت بتزعلي؟ خلاص يا حاج. انت مجنون؟ خلاص يا حاج، الله يهديك. انت بتزعلي؟ الله يهديك يا حاجه، يا بنت المفتريه. انت بتزعلي؟ والله بتضربي بجد.